السلام عليكم، كيفاش لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار كيفما غادي تكونوا شفتوا من العنوان غادي يكون مختلف شويه على داكشي اللي كنديروا، ولكن كيف عودتكم القناه شويه متنوعه. ايه هو تصب اساسا في الريجيم والاكل الصحي وهادشي كامل، ولكن كنحاول مره ندير لكم شي فيديوهات هكا اللي تكون متنوعه وفي نفس الوقت تكون مفيده. في الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون بما انه الدخول المدرسي قرب، غادي يكون على الدخول المدرسي. احنا بزاف عارفين باللي الامهات شطوا الامهات كيبغيو يانفيستيسيو في ولادهم بزاف، يعني كيحطوا وكاين كاع اللي مثلا ما دايرش شي حاجه، ما وصلش هو شي هدف في حياته، ما وصلش ما دارش شي كارير اللي هو كان باغي يدير، فكيبغي يشوفها في ولادو. داكشي باش كيحط كاع الجهد والطاقه ديالو في ولادو، وداكشي باش قلت غادي ندير الفيديو ديال هذا النهار هذا ان شاء الله. فاذا كنتم مهتمين بالموضوع خليكم معي. اذا كيف قلنا بما انه الدخول المدرسي على الابواب، كلنا كنديروا استعدادات هكا بسيطه بحال لاشا ديال لي فورنيتور، كنشريو الادوات المدرسيه وهادشي كامل، ولكن كاين بعض الحوايج اللي ممكن نديروها باش هكا نزيدو نخليو الولد بعدا يحس بالراحه، سورتو الا كان الطفل مازال صغير يحس بالراحه، ماشي نجيو ونضربو هكا على الشعه اليوم كان كيلعب غدا راه عندك المدرسه. كيخصنا نهيئوه نفسيا، لانه حنا واخا راه كنشوفو هادشي عادي، ولكن هو الداخل ديالو راه ربما غادي يجي داكشي بشكل وغيكره القرايه. داكشي باش كتلقاو بزاف ديال الاطفال كيكرهوا القرايه راه بسبب هادشي، راه كيخصنا حنايا كامهات وكاباء نحاولوا اننا نقادوا شويه الطريق نفسيا او كذلك معنويا للطفل باش انه يدخل المدرسه على استعداد. كاين البعض اللي كيخلي حتى الاخر ديال شهر 8 وعاد كيمشي فاكونس، كيسافر بتخيل ولد فاكونس وكيرجع من الفاكونس لا غد ليه عنده المدرسه، راه الولد غادي تخربق هكا، راه يجي بشكل لا. كيخص الفاكونس تكون شويه والله يحسن العوان، كاين اللي ما كيكونش عنده مثلا كونجي حتى الاخر، مي ما كنهضروش على هادو، كنهضروا على اللي كيكون الاختيار ديالهم انهم يخليو الفاكونس حتى الاخر ديال شهر 8 باش يتفاداو الزحام وهاد المسائل كامله، ولكن راه كتكون على حساب وليداتكم، لانه الوليدات كيخصهم يرجعوا للدار يتانطالوا شويه، يعرفوا راسهم صافي الدخول المدرسه قرب، نهيئوهم نفسيا عاد باش يدخلوا المدرسه، ماشي اجي من الفاكونس غدا عندك المدرسه. كيخصنا ننظموا لهم بعدا الوقت ديال النعاس، لانه حنا عارفين في الفاكونس كيكون الوقت ديال النعاس كيولي كيتخربق، كيوليو الدراري كيسهروا كيفيقوا معطلين. كيخص الوقت ديال النعاس يتنظم قبل على الاقل ب 15 يوم على الاقل. انا راني بديت لهم كننظم لهم النعاس هذه مده، دابا ولاو عاوتاني كينعسوا. نورمالمون في الفاكونس كانوا كينعسوا 11 12 كل مره، وداكشي خصو يمشي بالتدريج. داكشي باش خصك تبداي بكري، يعني شويه نعسهم مع 10، شويه نعسهم مع 9:30، دابا حاليا كنعسهم مع 9 باش عاد نرجع لهم ل 8:30 باش يولفوا يبداو ينعسوا مع 8:30 باش ينعسوا الساعات الكافيه ديالهم، لانهم راه ضروري ينعسوا 12 ساعه الدراري من 10 حتى 12 ساعه باش المخ ديالهم الخلايا ديالو كتكون تجددات باش كيقدر انه يمشي في الصباح للمدرسه اون فورم ويقرا مزيان. حنايا ما كنعسهمش بكري، ما كناكلهمش اكل صحي، ما كنديروش بزاف د الحوايج، وكنقولوا للولد خصك تقرا خصك تنجح خصك دير. لا، غادي نجيو دابا للنقطه الثانيه، وهو خاصنا نهيئوا الاطفال نفسيا قبل ما يرجعوا للمدرسه. هذه هي النقطه اللي قلت لكم قبل. الولد كيكون نورمالمون راه فرحه، ما كيقرا ما كي صافي كينوض كيلعب. الروتين ديالو في الفاكونس هو انه الى مسافر راه سافر كينوض كيلعب كياكل كيعاود يلعب كيدير لاسيست الى كيديرها كيخرج مع صحابو الى كان كبير كيرجع كينعس. صافي هذا هو الروتين ديالو. فكيخصنا قبل نهيئوه نفسيا، راك قربتي تدخل المدرسه، الا كان صغير كيخصنا راك قربتي تدخل المدرسه، راه بقى بحال دابا انا بنتي كنقول ليها راه بقى لك قبل راه بقى لك 20 يوم باش تدخلي المدرسه. كل مره عاوتاني كتقول لي ماما شحال بقى، كنقول لها شحال بقى، يعني دابا هي نفسيا راه كتهيئ انها تدخل المدرسه. تهيئة أخرى نفسيا باش تدخل المدرسه هو انهم يبداو الا كانوا صغار بداو تراجعوا معاهم شويه، لانه كينساو داكشي اللي فات، بداو تراجعوا معاهم شويه في الدار، غير سويعه هكا في النهار كافيه باش هو ما يملش وباش حتى هي ما تضغطيش. سويعه وحده في النهار تخدمي معاها اولا معاه مع الطفل، تخدمي معاه هكا شويه باش هو يرد داكشي اللي قبل
وهكا نيت كيتهيئ نفسيا انه غادي يدخل للمدرسه. ثالث نقطه هو التسوق ديال الاغراض المدرسيه اولا لي فورنيتور سكولير، ما خصهاش تبقى حتى لاخر لحظه، راه هذه كتدخل حتى في النقطه ديال تهيئه الطفل نفسيا باش انه يدخل المدرسه. ملي كتمشي معاه للمحل ولا المرجان ولا ما نعرف فين، المهم اي بلاصه غادي تقدي منها لي فورنيتور ديالو، تاخدي الكارطابل، تاخدي الادوات المدرسيه وتخليه هو اللي تقدى داكشي. يعني هو الكارطابل الا بغى بحال دابا انا بنتي خليتها هي تقدى الكارطابل اللي بغات، بغات الكارطابل اغولات خديت لها كارطابل اغولات، انا غادي نوريها لكم عاوتاني من بعد باش تشوفوا، انا عارفه كتبغيو تشوفوا بحال هذه المسائل، غادي نوريها لكم. خدات الكارطابل ديالها، خدات السويك نورمالمون ديال الماكله، كتكون نيت في الكارطابل، غادي نوريها لكم نيت حيت عجبتني وبانت ليا تا هميزه وثمن مزيان، باش هكا الا بغيتو حتى نتوما تمشيو تمشيو. خديتها من المرجان، خديت الابن ديالي تا هو كارطابل وخليته هو يختارها، مع انه مازال صغير وعادي يدخل لابتيت، ولكن خليته هو يختارها. لانه شوفوا ملي كيختار هو داكشي ديال المدرسه كيكون متحمس اكثر انه يمشي للمدرسه، ماشي لا انا بغيت هذه وتقول لي لا 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 هذه ما زويناش غادي نشوفوا لك هذه، ما كيكره ديك المدرسه من الاول، خليه يختار داكشي اللي هو بغا، واخا انت ما يكونش عاجبك كخطاب شي ميكولور ماشي مشكل، هو بغاها خليه ياخذها. كي صافي كياخذوا كاع داكشي اللي بغاو نورمال، ليسونسييل هو انه ياخذوا الاساسيات. بحال دابا مازال ما عندكش الكتوبه اللي غادي تشري، ديهم ياخذوا غير الاساسيات، لا تخوس، لي ستيلو، لي كرايون دو كولور، لا غوم، طاي كرايون من جاره زعما، لي كارطابل، هادشي كامل ونخليو داكشي الاخر حتى من بعد. هكا انت ما غاديش تضغطي في الدخول المدرسه وعاد تبقاي تجاري شري شري شري، وهكا حتى هو كتهيئ نفسيا اولا هي كتهيئهم نفسيا على انه الدخول المدرسي قرب، وكيبغي وانت كتحببيهم في داك الدخول المدرسي لانهم كيشريو داكشي اللي هما باغين. اللي هما هذه هي الكارطابل اللي قلت لكم، ها هي نورمالمون كتمشي اونصومبل، وهي اللي اختارت هذه، راه كاين اشكال وانواع ولكن هي اللي اختارت هذه، اختارت اللون، اختارت الشكل، اختارت وبغاتها بالروايد، خديناها لها بالروايد. ها هي فيها اعطيهم ليها جار طاحو، فيها لا تروس ديالها، وفيها هذا السويك ديال الماكله. وبالنسبه لولدي هذه الكارطاب ديالو، هو اللي اختارها، هو اللي اختار لاكولور، هو اللي اختار هادشي اللي فيها، غير شافها حمق عليها صافي وخديتها، هو عجباتو صافي، وديجا زوينه زعما حلوه وزوينه. اصلا هو الكارطاب مازال صغيره، هو اصلا راكم عارفين لابسيت راه ما غاديش يكون كيحتاج شي حاجه. وبحال الثمن ديال هاد الكارطابل مع السويك، المهم هاد لونسومبل هذا كامل كنظن شي 200 و المهم تقريبا 300 درهم، ما كاملاش 300 درهم، مي تقريبا 300 درهم. وكاينين الكارطابل 300 وكاينين 400 درهم، انا كيجيني داكشي غير كيزيدوا فيه، وهذا كارطابل كاليتي، علاش كاليتي؟ كيدوز بها غير العام والعام الجاي نشريو ليه كارطابل اخرى، صافي داكشي كيجيني غير كيبالغوا فيه وصافي. ديجا هادي حتى هي راها زوينه وبانت لي حتى هي كاليتي، و اونصومبل كي قلنا تقريبا 300 درهم بحال هذه 100 درهم. خامس نقطه وهو تحضر على تيساع اللائحه ديال الاطعمه اللي كيبغيها ولدك اولا بنتك. يعني شنو كيبغي؟ الا كان عندهم لا كونتين في ليكول صافي راه ديجا كياكل تما، الا كان عندهم لا كونتين من تيه اللي كتصيفطي معاهم ماكله كيخصك ديري اللائحه نورمالمون ديال الماكله، اولا حتى الا ما كانش لا كونتين راه نورمالمون كيديروا البوتي في الصباح وبوتي في العشيه، فكيخصك تشوفي ليه اللائحه ديال داكشي اللي كيبغي، وفي نفس الوقت تكون بطبيعه الحال صحيه، لانه راه كتدخل في النمو ديالو وفي الذكاء ديالو. راه الماكله كتدخل في الذكاء ديال الطفل نورمالمون، كيخص المكسرات يكونوا حاضرين، كيخص نورمالمون خلاص في الدار ياكل الخضر، ياكل الفواكه، ممكن تصيفطيهم معاهم، يعني ولفي لهم بداي لهم داكشي اللي هما كيبغيو، مي هاد الشيء خصو يكون حاضر. بحال دابا انا مثلا بنتي ما عندهاش مع العنب، نحط ليها شي حاجه اخرى، مهم ان الفاكهه خصها تكون، واخا هي ما عندهاش مع العنب مثلا، داكشي اللي كاين كنقول لكم الحقيقه، هي ما عندهاش مع العنب، مي عندها مع فواكه اخرى، نحط لها دوك الفواكه الاخرى ونحط لها المكسرات،
تيلي ما كانش عنده مع واحد نوعيه المكسرات حطي ليه نوعيه اخرى للمكسرات، ولكن المهم المكسرات يكونوا حاضرين يعني دهون صحيه، يكونوا حاضرين الفواكه يعني الياف والخضر بطبيعه الحال راه غادي ياكلهم في الدار. المهم انتي تحاولي تدخليهم، كوني ذكيه تيلي ما كانش عنده مع الخضر، كوني ذكيه حاولي تدخليهم في ماكله اللي هو كيبغي، وكنت درت فيديوهات قبل بخصوص هذا الشان، هذا ماكله اللي هو كيبغي ودخلي ليه فيها خضر وخطع في الطحنيه. ليسونسييل هي انها تكون داخله، لانها كيف قلت لكم كتدخل في الذكاء ديال الطفل، وهكا الطفل حنا كنبغيوه يقرا ويدير بزاف ديال الحوايج، فكيخص نتيا تعاونيه. راه ماشي غادي تعطيه بطاطا مقليه وتعطيه لي بات شاك جوغ وتقولي له الولد خاصو يكون جيني، راه ميمكنش، غير معقول. سادس نقطه هو تحاولي ديري واحد الزياره للمدرسه قبل ما يدخل، مثلا هكا باسبوع. كاع المدارس بريفي علاش كنهضر كيحلو قبل باسبوع، فتمشي ديري معاه واحد الزياره. نعاد عوالها هذا النهار نيت غادي نمشي انا وبنتي وولدي حتى هو لانهم يقراو في ايكول وحده، غادي نمشيو ليكول ندير لهم واحد الزياره. المهم الا صلح لي انني نصور غادي نصور لكم، نديروا واحد الزياره يشوف القسم فين غادي يقرا، يشوف ليكول فين غيقرا، الا كان ممكن كاع يشوف حتى الاستاذات ديالو علاش لا، يعني هكا كيتهيئ. ماشي شوفوا راه عرفتوا كتجيبوا طفل صغير شفتوا ملي كيكون صغير وكتدخلوه هادشي ما كتكونوش مهيئينو قبل، وكيجي النهار ديال المدرسه وكتشدو كدير ليه الكارطاب ديالو وكتدفعو سير المدرسه، راه يتدهشر راه يجي داكشي بشكل، وكاين اللي كيتصدم وكاين اللي ما كيحملش المدرسه داك الاول لا شويه بشويه نهيئوهم دقه دقه، سورتو الصغار سورتو الصغار كنركز اكثريه على الصغار، الدراري ديال الابتدائي يمشي يشوف هكا المدرسه يشوف فين غادي يقرا، يشوف يتلاقى حتى بالدراري الا كان نيت الاباء واعيين بهذه القضيه وكيجيبوا وليداتهم باش انهم حتى هما يشوفوا يديروا هذه الزياره المدرسيه، يتلاقى بصحابو يتلاقى بالدراري يشوف هكا هادو اللي غادي يقراو معاك مثلا. اكيد كيكونوا الناس اللي عاد كيجيو يقيدوا وليداتهم يتكونطاكتا هكا مع الدراري وكيتهيئ هكا نفسيا للدخول. وكاخر نقطه هذه ما غاديش تكون نصيحه زعما ديال الدخول المدرسه، وانما غادي تكون نصيحه مني ليكم. نحاولوا لانه دابا انا في السونتر كنشوف الاباء كيفاش كيتعاملوا مع ولادهم، كنشوف بزاف ديال النوعيات، فكاين اللي كيبغي ولدو يقرا ولكن بواحد الطريقه اللي هي كيجبروا او طريقه خشنه معاه، والولد هكاك راه شحال من مره ولاد هكا صغار كيتشكاو ليا انا من الاباء ديالهم، لانه انا ملي كنعطيهم الخطر وكنتعامل معاهم مزيان فكيتطلقوا معايا وكيبداو يتشكوا من والديهم. انا ضروري عليا انني هذا الميساج نوصله لوالديهم بطريقه او باخرى، المهم انه يوصل لوالديهم، ونحاول انني نعطيهم نصيحه باش كيفاش يتعاملوا مع ولادهم باش ما يبقاش هذا المشكل بين الاب والابن او الام والابن، لانه كاين بعض المرات الاباء ما كيكونوش عارفين ولادهم كيفاش كيحسوا لانه ما كيقولوا لهمش، فكيبقاو غاديين في الغلط، ولكن ملي كيعرفوا كيقدوا انهم يصلحوا الغلط. كاين بعض المدارس للاسف اللي راه ما يقولولكش هكا، تي الا كان مشكل راه ما يقولوهلكش، لهذا فكيخص حنايا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الدراري. إيه حنا باغينهم يقراو باغينهم يوصلوا باغينهم يكونوا احسن واحد في الدنيا، كل واحد باغي يشوف ولادو احسن واحد في الدنيا وشد احسن بوست في المغرب، ولكن بشويه بغيناهم يتعلموا بشويه، نحببوهم اولا في التعليم، نحببوهم في المدرسه، نحببوهم في الاستاذ هنا عندنا حنا في الدار، وعاد نحاولوا اننا نبقاو يعني كيفاش نقولها لكم، يعني نبقاو مسيرين مع المدرسه، كل مره نطلعوا على المدرسه كيف داير الوليد. انا راه مشيت سولت على الاستاذه كيفاش دايره، واش الاستاذه اللي هي يعني صارمه بزاف ولا كتعرف تتعامل، سولت على القسم فين غيكون، سولت على نورمالمون الدراري اللي غادي يقراو معاه الاعمار ديالهم، سولت على فين كانوا كيقراو قبل. ايه الاستاذه جاوها او المديره جاوها هذه الاسئله شويه بيزار، مي انا راني قلتها لك قلت لها شوفي غير صبري معايا، انا راه واحد الام اللي باغيه يعني جايه، راه اولا قلبت وبحثت هذا باش تلقيت ليكول ديالكم عجبتني، راه قلت لها سولت هنا وسولت هنا وسولت هنا، ولكن في الاخير ليكول ديالكم هي اللي عجبتني من بزاف ديال النواحي، ودابا راني باغيه نكمل الاستبصار اكثر منك، فغير صبري معايا. وحتى هي تفهمات عادي وقالت لي غير سولي مرحبا ماشي مشكل، طلبت منها انني نشوف الاقسام ديالهم، طلبت منها انه ولدي لابتيت لي غيكون فيها يعني فين كاينه وكيفاش دايره، نشوف واش داك الشيء نورمالمون سيكوريزي ولا لا،
وابخي عاد كتحطي الطفل ديالك وانتي كتسيري معاه خلال العام. ما تعصبيش، انا عارفه انا راه كنتعصب وبزاف كنتعصبو، كيكونوا ضغوطات والدار وبزاف ديال الحوايج، وعاد المراه اللي كتكون خدامه يعني راه كتكون القضيه شويه صعيبه، ولكن نحاول ما امكن بعدا غير سورتو مع وليداتنا اننا نمشيو معاهم دقه دقه، ما نتعصبوش شويه بشويه. ما فهمش واحد الحاجه ماشي مشكل، نحاول نفهمها ليه. ما فهمهاش كاينين لي سونتر، كاينين اساتذه كيديروا السوايع، كاينين اساتذه كيجيو للدار يديروا السوايع، نحاول نشوف ليه الاستاذ اللي هو كيرتاح معاه، اولا ندير شي سونتر نشوفو مع استاذ اللي النيت كذلك هو النيت يقدر يرتاح معاه. انا راه كتوقع معايا هكا، وكيجيو عندي شي ناس وكيقول لك الطفل ديالي قرا عندك واحد الحصه ولا جوج وارتاح معاك، فبغيت نكمل معاك زعما العنك. خصنا نعرفو باللي حتى واحد ما كيتولد مكلخ، داكشي راه حنا كنكتسبوه، لهذا حاولوا انكم تمشيو مع الاطفال ديالكم دقه دقه، وخصكم تعرفوا بلي الخمس سنين الاولى راه هي اللي كتكون الشخصيه ديال الطفل. يعني يا اما غادي يطلع واحد الولد اللي شخصيته مهرسه، يا اما غادي يطلع واحد الولد اللي شخصيته قويه، وبطبيعه الحال الخمس سنين الاولى فين كيكون؟ كيكون في الدار، لهذا كيخصنا اننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الطفل. فالمهم ما نزيدش نطول عليكم بزاف، كنظن ديجا راني طولت، انتظروني فيديوهات اخرى، خليتكم على خير.